قدوة مع الخمسة بشيشة كان الكاميرون أول قمام من الدور الأول وقت اللي واجه أسود الأطلس البلاك ستارز في مستهل مباريات المجموعة الثالثة. زملاء أشرف حكيمي باش يبدأوا الكان بمعنويات مرتفعة خاصة مع المردود الممتاز اللي قدموا المغرب خلال تصفية كأس العالم وارتقاؤه في التصنيف العالمي للفيفا. رغبة أبناء حليل وزيتش باش تكون كبيرة للدخول لكان بقوة وتأكيد أن ساقة التصاعدي في أداء زملاء بدر بانون. ورغم غياب لازم تشيلسي زياش على القائمة وتأكد إصابة كل من الكعبي والحدادي بالكورونا فإن انتظارات الجماهير المغربية باش تكون كبيرة من المدرب البوسني المطالب بشرق التوليفة اللازمة لاختلاع 3 نقاط أمام منافس الصيف. منتخب غانا ورغم التراجع النسبي في مستواه الفني في السنين الأخرى وترشحه للبراج الحاسم بصعوبة وفارق الأهداف إلا أنه يبقى اسم كبير في القارة. السربي راجيفاك باش يعول على أصحاب الخبرة كيف جوردن أيو بالإضافة للفورمة الكبيرة لمهاجم روما جيان من أجل فك شفرة الدفاع المغربي وينجح في أنتام الدورة ويدخل مباشرة في صلب الموضوع بمعنويات مرتفعة. انتظروا ماتش مزيان في ملعب أحمدو أهيجوبيا وندي فيه الفرجة مضمونة وبرشا للدية وتنافس وتكون فيه الجماهير متعطشة للعب جميل بين نجوم مغاربة معطاو شيء المنتخب بلادهم وفريق ملقب ببرازيل إفريقيا.